والزيادة في الإسلام والإيمان بواسطة هذه الأداب التي سبق الحديث عند ذكر مقدمة الكتاب للإمام الغزالي عنها عن معان منها وحقائق متعلقة بها، وأنها كنوز الأمة الغالية في وصلتهم بالرب، وهي السياج الذي يحفظ حقائق الإيمان والإسلام. وإذا ضعت الأداب فقد حصل الخراب، وقد انفتحت أبواب السوء والشر لأهل الكفر والارتياب ليلعبوا بأسس الدين بين المسلمين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فبحسن الأدب ترتقى الرتب، بحسن الأدب يرضى الرب، بحسن الأدب يتحقق بحقائق الإنابة وتتم الاستجابة. رزقنا الله الأدب الوافر.